دعونا نقدم تصفيقا حارا لربنا يسوع. أحبائي، علينا أن نقف أمام خالقنا العظيم بفرح كبير جدا. إنه إلهنا ورفيقنا الأمين الذي وعدنا أن يكون معنا كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. نحن هنا اليوم باسم الرب يسوع، وباسمه ستحصلوا معجزات عظيمة في خدمتنا هذه. أحبائي الحاضرين هنا ومشاهدون في المنزل، اقبلوا كلمة الرب المقدمة لكم وتهيأوا، لأنه عندما يبدأ الرب العمل لا توجد قوة تستطيع أن تمنعه أو تعيق عمله أو تبطله، وقد بدأ مسبقا بالعمل العظيم في حياتكم. لذا حان الوقت لتنهضوا وتتمسكوا بإعلاناته التي نطقها إلى قلوبكم. إن تعلمنا أن نتكل على الرب وآمنا بالإعلان المعطى لنا، لا يكفي فقط أن نتكل عليه، بل يجب أن نعيش كل ما يقوله لنا. عندها سننتصر باسم الرب يسوع. لنفتح من فضلكم على المزمور 31. لقد درسنا هنا كيف اتكل الملك داود على الرب بعد أن سقط بالخطية مع بثشبع. لقد كان يمر بأزمة صعبة، فلنستمع لما يقوله في العدد 11. عند كل أعدائي صرت عارا، وعند جيراني بالكلية، ورعبا لمعارفي الذين رأوني خارجا هربوا عني. لقد قرأنا هنا عن أعداء الملك داود، ونحن أيضا لدينا أعداء، ليسوا أشخاصا بل أرواحا شريرة كتلك التي أتت لتجرب الملك داود واستخدمت بثشبع. فسقط داود في خطية الزنا وكان مدمرا تماما، فقام عليه أعداؤه وبسببهم. لنقرأ ثانية. عند كل أعدائي صرت عارا، وعند جيراني بالكلية، ورعبا لمعارفي الذين رأوني خارجا هربوا عني. نسيت من القلب مثل الميت، صرت مثل إناء متلف. لم يتذكر أحد حتى ما فعله، وهذا ما يحصل مع كل شخص يسمح لنفسه بالوقوع في فخ إبليس. سينسى من القلب مثل الميت ويصير مثل إناء متلف. ومن يحتفظ بإناء متلف؟ الكل يلقيه خارجا. وهكذا شعر الملك داود. لماذا حصل هذا له؟ إن كان داود قد سقط ثم تاب، لأنه ارتكب خطأ آخر. وما هو هذا الخطأ؟ لنتابع. لأني سمعت مذمة من كثيرين. أحبائي، عندما تستمعون لما يقوله الناس من حولكم ولهمساتهم ومذماتهم، تفتحون قلوبكم للشرير كي يدخل. وداود فتح حياته للشرير. لماذا؟ لأنه سمع مذمتهم. فلا تصغوا لأحد. لقد اعتمد الرب يسوع. ومرة أخرى في جبل التجلي أعلن الآب: هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر. له اسمعوا أيضا. إن كنتم تريدون النجاح في الحياة، عليكم أن تنسوا كل ما يقوله الآخرون عنكم. اهتموا فقط بما يعلنه الرب إلهكم لحياتكم. وعندما يقول لكم شيئا آمنوا به وابدأوا بالعمل على أساسه، وهو سيطرح خارجا كل ما هو من الشرير ويجلب البركة إلى حياتكم. ولن يقدر إبليس أن يدخل بشره مرة أخرى. لقد ارتكب داود خطأ واحدا وكان هذا خطأه الثاني. وماذا أيضا؟ عند كل أعدائي صرت عارا، وعند جيراني بالكلية، ورعبا لمعارفي الذين رأوني خارجا هربوا عني. كل هذا لأنه سمع مذمة الآخرين. وماذا أيضا؟ لأني سمعت مذمة من كثيرين. الخوف مستدير بي بمؤامراتهم معا علي. تفكروا في أخذ نفسي. لا تقلق من مؤامراتهم. تقول كلمة الرب يسقط عن جانبك ألف
وربوات عن يمينك إليك لا يقرب. عندما تستمع لمذمة الآخرين ولمخططاتهم وتشعر بالخوف في قلبك، عندها ستصبح مقيدا بهذا الخوف. ستركض وتختبئ بينما يريدك الرب أن تقوم وتنتصر. لقد قال: قومي استنيري لأنه قد جاء نورك. العدد 13: تفكر في أخذ نفسي. ثم ما الذي فعله داود؟ هذا رائع جدا. أما أنا فعليك توكلت يا رب، قلت إلهي أنت. هذا هو الحل الوحيد. كيف كان يؤثر عليك إبليس؟ من خلال المرض أو الألم، الديون الكثيرة، مشاكل من كل حجم ونوع، كثيرون يحاولون تدمير حياتك. اتكل على الرب إلهك. لكن كيف يمكنني أن أفعل هذا؟ عندما تستمع إلى الرسالة وتقرأ كلمة الرب، وكل ما تفهمه منها هو طريق جديد يفتحه الله أمامك ليقوي إيمانك، طريق تسلكه وحدك ولا أحد في العالم سوى، حتى أولادك أو شريك الحياة، لا أحد. إنه الطريق لنجاحك، حيث لا يقدر إبليس أن يمسك بك. لكن ألا يعرف إبليس الكتاب المقدس؟ أجل، إنه يعرف الحرف فقط، لكنه لا يعلم الإعلان. أما نحن فبحاجة لإعلان الروح القدس الذي يفتح قلوبنا وأذهاننا. إنه أبانا وخالقنا، وهو يقول: يا ابني، هذه خريطة لطريقك، افتحها وستنجح. فهو يعطي طريقا جديدا لكل واحد منا. في كل مرة نختبر شيئا في الكتاب المقدس ونفهمه، عندها علينا أن نثق بالكلمة ونضع إيماننا بها. لنفتح معا سفر العدد الإصحاح 23 لنتابع العدد 19، وسترون ما يقوله الرب هنا على لسان موسى رجل الله في الكلمات التالية. إذن سفر العدد الإصحاح 23 العدد 19: ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل، أو يتكلم ولا يفي؟ عندما يفتح الله الطريق أمامك، هو يعرف مسبقاً كل شيء عنك وكل العوائق التي تواجهها، ولهذا فتح هذا الطريق الجديد لك، لأنه يريد أن يحفظك من السقوط، لأنه إلهك وأباك. الرب ليس كالمدير الذي يحاسبك. أنت أخطأت وعليك أن تدفع الثمن. بكل تأكيد هو لا يريدك أن تخطئ، بل أن تكون ناجحا. ليس بإدانتك، بل يفتح لك الطريق. فهو ليس إنسانا فيكذب. أنا لا أستحقه. لا تسمح لإبليس أن يدخل حياتك. إن كنت لا تستحق ذلك لما كان قد أعطاه لك. لكن كيف استحقيت هذا؟ لأن الرب يسوع قد مات بدلا عنك. أحبائي، تيقظوا الآن. إنه يريد أن يغير حياتكم. هو لا يدين الآن. فيوم الدينونة سيأتي قريبا، ستقف في المحاكمة. وإن لم تكن مؤمنا ولم تقبل الكلمة، لم تولد ثانية، ستستثنى من الحياة الأبدية في محضر الرب يسوع. وهذه قصة مختلفة. فاليوم يريد الرب أن ينير حياتك، ينتشي لك إن كنت قد تعثرت وسقطت. يريد أن يرفعك. إنه ليس إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم. الرب لا يفعل أمورا كهذه مطلقا. يريد الرب أن يحفظك من كل طريق خاطئ، وقد منحك الطريق الصحيح كي يرفعك ويعيد الفرح إلى حياتك. فقدم الشكر للرب واسلك بطريق الانتصار. ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل، أو يتكلم ولا يفي؟ أحبائي، نحن نحيا اليوم في أفضل مراحل حياتنا. هذا ما يقوله الرب لقلوبكم. لنعود إلى الملك داود الآن. المزمور 31 العدد 14، وهذا هام جدا لنا. أما أنا فعليك توكلت يا رب،
ألا تعتقدون أنكم ستقولون هذا يوماً ما؟ يا رب، أنا أعترف لك أنني أخطأت، تأثرت، كنت ضعيفاً، لكن يا رب أنا أتكل عليك لأنك رفعتني، وهذا أعظم من كل شيء. لكن لا تتصرفوا كالجاهلين، وسأتمتع بالحياة، وأحد الأيام سأتوب. قد لا تصل إلى ذلك اليوم، الآن هو الوقت الصحيح لتأخذ القرار، وعندها يبدأ الرب بالعمل في حياتك. دعونا نصلي. أبانا، باسم الرب يسوع أريد أن أشكرك لأنك لمست حياة الكثيرين اليوم وعملت في قلوبهم وأعماقهم يا رب. أنرتهم كي ينالوا النصر. أبانا، أنت من ترفعهم. وأحد الأيام يقولون أنهم اتكلوا عليك. البعض منهم يتكلون عليك لأول مرة في حياتهم، سيتوقفون عن سماع المذمة. إلهي، إنهم يستمعون إلى صوتك الآن وحدك، صوت الراعي الصالح. نشكرك يا إلهنا الحبيب باسم ربنا يسوع، آمين. انظروا إلي الآن من فضلكم. أشعر برغبة في قلبي بالصلاة لمن لديهم ألم جسدي أو نفسي. لقد استخدمني الرب كثيرا من أجل شفاء الألم، وأحيانا تم الشفاء 100%. هل تشعر بألم في جسدك أو في أي مكان؟ ارفعوا أيديكم كي يرى. هناك الكثير. قفوا الآن من فضلكم. من لديه ألم نفسي أو يشعر بالحزن والضيق؟ قد تقول دكتور سوارز، أشعر بحزن وألم داخلي، اكتئاب. لنقف جميعا من فضلكم. إن كنت متألما وتعاني، دكتور سوارز، أشعر بالإحباط في داخلي، احنوا رؤوسكم وأغمضوا عيونكم من فضلكم. أبانا، أصلي الآن باسم ربنا يسوع، هذا الاسم القدير. آتي أمامك في هذه اللحظة وأسألك يا رب أن تأتي في وسطنا الآن بقوة شفائك العظيمة يا إلهي. يا رب، اشفي كل ألم في أجساد إخوتي من أبسطها إلى أخطرها. أبانا، تعال واصنع المعجزات يا إله القوات، والمس حياة كل منهم، المس نفوسهم، وانزع كل حزن وألم وأنين. أبانا، كل من يعاني من خيبات الأمل أو يشعر بالاستياء، من يمتلك مشاعرا مجروحة ومتألمة يا رب، من لديه الغضب، أزل كل هذا وافتح قلوبهم لنعمتك ولعمل روحك وكلمتك يا رب. اطرح خارجا كل روح شرير، ضع فرحك في أعماقهم. تعال يا إلهي واغسلهم من كل ألم، اشفي أجسادهم ونفوسهم وأرواحهم. أنا أطلب هذا باسم الرب يسوع، والآن أنتهر وآمر كل شر أن يخرج من حياة هؤلاء الأخوة باسم الرب يسوع. أنا أمرك يا عدو النفس أن تترك كلا منهم. أنا أبطل أعمالك الشريرة باسم الرب يسوع. والآن يا روح الله القدوس، تعال وسد بسلامك العجيب واملأ قلوبهم بالفرح والغبطة والابتهاج، مقدمين لك وحدك الشكر والكرامة باسم الرب يسوع، آمين. انظروا إلي الآن، هل زال الألم؟ أجل دكتور سوارز، لا تجلسوا من فضلكم، الله سيتمم العمل خلال الدقيقتين القادمتين. الألم في جسدي زال تماما، ارفع يدك. هناك الكثيرون قد نالوا الشفاء. اختاروا لي 5 أشخاص من فضلكم لنمجد اسم الرب. تفضل أختي. كنت أشعر بألم شديد في يدي وكلتا قدمي، لقد زال، أشكر الرب. منذ متى تشعرين بالألم أختي؟ منذ 15 يوما. هاليلويا. أنت أخي في الصف الأمامي. عندما نزلت من الحفل لا شعرت بألم في ساقي، لكنني بخير الآن. شكرا للرب، يسوع رائع. تفضل أختي. كنت أعاني من ألم شديد في ذراعي، لكن عندما صليت زال تماما باسم يسوع. تفضل بالكلام يا أخي. كنت أشعر بالألم في كلتا قدمي، دكتور سوارس، الآن زال الألم. دعونا نستمع لاختبار آخر. شكرا للرب. تفضل أختي. كنت أشعر بألم في كاحلي وفي حلقي أيضا. آمين. الآن الكثير منكم قد شفي من الألم الجسدي أو النفسي. علينا نمجد الله. ارفعوا أيديكم وافعلوا هكذا. يا له من منظر رائع. أعتقد أن نسبة الشفاء 100%. صفقوا للرب يسوع وتفضلوا بالجلوس. هكذا تكون الحياة عندما نسلك مع الرب يسوع. لا شيء أعظم من هذا. إنه إله مجيد، لا يمكنني وصف عظمة إلهنا. لا يوجد تعبير كاف عندما نسلك معه. لن نجد في حياتنا إلا النصر. من يتبع الرب يسوع
يباركه بالوفرة والغنى. والآن دعونا لننتقل إلى دراما الحياة الحقيقية. كانت طفولتي معقدة قليلاً وكنت متمردة. بدأت بالذهاب إلى الحفلات وبشرب الكحول، وعندما أصبحت في 18 من عمري قابلت زوجي نيولدو وأحببنا بعضنا. أقمنا علاقة وأصبح لدينا ابنتان جوزي وجويسي. كان الوضع معقداً، كنا نذهب للبارات لكن لم نكن نعرف الرب يسوع. كنا نعيش في العالم وأحياناً كنا نخرج للشرب ونأخذ ابنتان معنا وتبقيان نائمتان في المقعد الخلفي للسيارة. كان ذلك خطيرا. كنا نذهب إلى المقهى أو البار ونبقي ابنتان في السيارة. كنا نحتفل مع عائلتنا. كنا نتشاجر كثيراً لأني كنت أغار عليه وهو كان يعمل كنادل في مطعم أخاه، وكنت أرى هناك الكثير من النساء وتبقين حوله طوال الوقت ويتحدثن معه ويطلبن المشروب، وأنا كنت أنزعج ونبدأ بالشجار. لم أكن أحترم علاقتي بزوجتي. عانينا من مشاكل وصعوبات كثيرة، وكاد شجار كبير أن يدمر زوجهما. أصبح عنيفاً فجأة ورمى الطاولة وكاد يضربني بها وأولادنا كانوا يبكون. في ذلك اليوم فقدت السيطرة على نفسي. لا أعرف كيف لم أقتل زوجتي حينها. وعزمت لوسيانا على تغيير حياتها فبحثت عن المساعدة في برنامج الإيمان. كنا ندير التلفاز كل يوم ونرى ريزيفالدو في برنامج الإيمان ونستمع للعظة والترانيم الجميلة، وبدأ الرب يلمس قلبي ويغيرني. لقد كان منفعل ويتوتر من أجل أي شيء. كنت أشاهد التلفاز في أحد الأيام، كان يعيث الدكتور سواريز وكنت أنتقده بطريقة وقحة. كنت أقول كيف يمكن لآكل لحوم البشر مثله أن يطرد الشياطين. لم أكن أفهم أنه يطرد الشياطين بسلطان من الرب وباسم الرب يسوع، وأن هناك وقت يجب أن نتوقف ونفكر فيما يحدث في حياتنا. وبدأ الرب بتغييري، فأخذت قرارا وبدأت أكلمه عن الرب يسوع. من خلال القرار الذي اتخذته تمكنت من جعله يتغير، لأنه سمع إلى ترانيم روزيفالدو. ولذلك قال أحد الأيام، عندما اشترى سيارة سأبدأ بالذهاب إلى الكنيسة. ثم بدأ الرب يغير حياتنا ويمنحنا بركات عظيمة. إنه كشيء يلين القلب ويطهره. هكذا يحصل عندما تدخل كلمة الرب. لقد تغيرت حياتنا تماما من خلال سماع الكلمة ومن خلال برنامج الإيمان والرسائل. بارك الرب حياتنا بطريقة رائع وأعطانا سيارة جديدة. تغيرت حياتي تماماً. أشكر الرب يسوع على كل شيء. اليوم هو إنسان جديد ومختلف ولديه مخافة الرب في قلبه، ونحن سعداء كثيراً في الكنيسة أنا وكل عائلتي. اليوم عائلتي في محضر الرب وأولادي يخدمونه، وأنا سعيد لأن ابنتي تعزف على البيانو والجميع سعداء. لدي عائلتي وذلك الرجل الذي انتقدته منذ 13 عاماً. بالحقيقة أصبحت سائقه في هذه المنطقة، فبالنسبة لي كان بركة أن أعمل مع خادم الرب. لقد تجددت عائلتي وأصبحت مباركة. يسوع هو كل شيء في حياتي، وأريده أن يستخدمني بحسب مشيئته، وأنا فرح وأشكر الرب من أجل ذلك. أجل، لهذا نحن بحاجة لننقل كلمة الرب. الفرح الذي نشعره في قلوبنا ربما أعظم من فرحهم. هم يختبرون الآن حريتهم في المسيح يسوع، يختبرون السعادة الحقيقية ويسيرون كمنتصرين. ماذا عنا؟ لقد بدأنا بخدمة صغيرة. أحياناً كثيرة كان الناس ينظرون إلينا ويقولون لا مجال للاستمرار بخدمتهم، لكننا كنا نتابع لعلنا نربح نفساً واحدة للمسيح. والرب إلهنا تمم عمله، وصار هناك الكثير من الأشخاص الذين تغيرت حياتهم ونمت الكنيسة وتطورت لمجد إلهنا. لننتقل إلى السؤال والجواب. دكتور سوارز، هل يمكن أن يؤثر غرورنا على سلوكنا مع الرب؟ أجل، قد يؤثر ذلك بشكل سلبي ويفصلنا عن الرب. لماذا الغرور والتعجرف؟ لنحيا بطريقة طبيعية وسيبارك الرب حياتنا. دعونا ننتقل إلى السؤال الثاني.
دكتور سواريز، أثناء تجربة يسوع كيف أظهر الشيطان نفسه؟ حقيقة لا أعلم. يقول لنا الكتاب المقدس أن إبليس أتى ليجربه. إن سؤالها جيد بالطبع. لقد تخيلت ذلك. كيف أخذ يسوع إلى قمة الهيكل؟ هل كانت التجربة في العقل أم في الجسد أيضاً؟ الدلائل تشير أنها كانت تجربة حقيقية، لكني لا أعلم الكثير عنها. دعونا نقف أحبائي لنختم خدمتنا بالصلاة. لقد رأينا كيف شفى الرب آلاماً كثيرة هذا اليوم، فلا شيء يعصر عليه إن آمنا فقط. والآن من فضلكم أغمضوا عيونكم واحنوا رؤوسكم. أبانا الحبيب، نؤمن يا رب أنك قد خلصت داود من كل أعدائه، من كل ألم وضيق، من كل مشكلة يا رب. في هذه اللحظة التي آمن فيها واتكل عليك وأعلن أنك إلهه، أنت استجبت له. والآن يا أبانا، هؤلاء الأخوة يصلون لك، وكثيرون منهم يحتاجون لإرشادك إلهي. آخرون يشعرون بالضياع وبالمرض. يا رب تعال بقوتك وامنحهم الشفاء الآن. امنحهم الحرية بحسب وعدك الأمين والصادق. إني أستخدم السلطان الذي منحته لي لأعلن البركة لحياتهم باسم الرب يسوع. ولا نتحد معهم بالإيمان لنأمر كل شر ليغادر حياتهم وليخرج بعيدا الآن باسم الرب يسوع. آمين.